السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا من سوق سبتسطات اليوم 26/8/2023. غنبداو مع هاد الحوالات تبارك الله ما شاء الله. عطينا فرق السنان هذا خويا الباعي الربيع والاخر الاخر تني فرق السنان اثنين صافي. بالنسبة للأثمنة اللي متبتين اللي عاطين أثمنة فهذا عطاوه 107 واحد الحبيبة تحت ودنه مع ليه شادي والو كي والو هاي باري اشتيا ما كيش رشل 5350 هذا وهذا هذا أخوة عطاوه 105 شحال مش كنقول لك راه المعطى ياك المعطى وانت قلتي لهم زيدوني شويه قلنا لهم 115 ما عطاوش لينا هذا قلنا لهم 112 هو ما عطاوش نطبوع هذا داري لي طانكو اني ما كملتش طبعا السلسله اللي خلينا من رقم خلينا من رقم 06 22 06 06 36 35 95 خندور لي ندوز لي للجهه تبارك الله اخوان ما شاء الله. تحياتي للاخوان كاملين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن اللي مازال ما دخلش عندنا القناه مرحبا مرحبا الله يدير خير الله يسهل على الجميع. نمشيو الاخوان نكملوا الجوله ديالنا خروف كسابي والحولي ديال الفحله الله يسخر الجميع. تبارك الله عليكم نهاركم مبروك من سوق 16 تبارك الله ما شاء الله اخوان هذه دي السلعه الكسابيه ديال النواحي ديال القيسره اييه خو سعيد شحال من راس 48 عطاوك 48 2400 درهم شحال من راسو؟ 48 بلاتي بلاتي نكمل مع هادو هادو شحال 48 ندور مع 2400 درهم المعطى هذا شو تشوفوا ديال 41000 2050 درهم أخرين عادة 41 خوت سعيد يوم 2050 درهم سكت ممكن السوق الأول سكت ثلاثين بس الغيبة البحر راه العربية ما عندهم ما يدير قوة قوة المواسم هذا العام كاين المواسم بزاف هذا واحد أربعة تصور على الغلاوة أكثر الله يسخر سيدي الله يسخر خلي الرقم سعيد 06 65 73 64 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
عقول يا تتامن شحال عطاوك العرق؟ عطاونا ب 160 160 حلت حل واحد؟ 40 من هنا وما من هنا من مرقد ديال من سطاتهم مرقد ديال المولى السيد ولا تسيد عطي عطيو 2000 درهم هذه ولا كسعيد هذوك؟ هاد الفراشة هادي كيفاش ليها؟ انا في 40 ها الثمن يا خويا سعيد الثمن راه كاين مجد شري لي ما كاينش حيت بنادم معقول شويه الثمن فين نادي عطاو لي خطعتي انت فين لي 42 28 الحوليات الصغيره
16 هذو 1400 درهم هذيك 16 والخروف كبير عطاني فيه 56 ديال الزبيه 57 هذا سمين 2850 اللي باغي يذبح شقعتي 62 ما كايناش 60 فيهم 60 تبيعي الله يسخرها سعيد رقم راس مع الاخوان اللي بغى شي حاجه يتصل بي اكسب يا زينة تبارك الله ما شاء الله هذوك سيبتك سيبت واحد السيد صاحبي سيبت صاحبي شاد لي حتى شاد ما شاد لي علاش باقي ما باعش شاد دابا بزاف ما قسمش الله ما قسمش الله علاش متبتي المعالي مزقين 43 و 500 43 و 500 2000 و 175 شحال كيقول هو 46 46 ما عطاوش ليه هو المرقد ديال منين هذا واغ من هنا قرا زانز كيما كتشوفوا راه محوالة تبارك الله ما شاء الله بالنسبة للكساب كما تشوفوا مازال ما باعش السيد الله يسخر 2175 اللي عاطينه هو طالب 2300 تبارك الله ما شاء الله اخوانا دور بعد الخرفان كسابيين زينين الثمن اللي عاطين عطونا 52 52 2600 شحال قلتي لي قلت 56 قلتي لي 56 هذا السوق السوق اخويا زاكي شوي كمان كاين والشاري ما كاينش تمام كاين والشاري ما كاينش هاد الكلمة سمعناها بزاف ديال الثمن كاين الشاري ما كاينش مؤخرا سيرتو في هاد جوج السيمانات الاخرين بزاف والله يسخر اخويا احمد تبارك الله عليك لا جبتي سير الحمد لله رحال فين واش الله واش حاجه هذه بعدا عطاهم 37850 ندوز عاد ديال السلعه هذه 1850 ندوز عاد رحال ورحال واش مزقين معاك هادو عطاونا 42 2100 هاد الصغار تا هما تابعين لك لا انت عندك الكبار صافي هادو هادو جديد هادو 42 هادو هادو عطاونا غير 38 38 زيد لا الاخرين راه الاخرين فين لي عطاونا غير 40 40 2000 درهم هذه اللي قالها هادو ب 10 وهادو 10 صبح لنا بابا قطار سير سير لا شي حد ولا شي واحد يلا خلينا برا خلينا برا طيب 0 6 67 67 52 52 0 6 32 0 6 32 الرحال كاين في ولاد بوزيري ولاد بوزيري الله يسخن كيداير بخير ولا داير كتسليعه ان شاء الله واش متبتين معاك ذكرني السميه الرحال السميه صمادي صمادي
شحال الصمد؟ 45 ونص مشريه. المشرى 45 ونص، 2275. 2275 باش مشرية. مليح قولي. تقشر بيحة فيها ولا باع؟ بعتي هذاك بشا. أنا الله يسلم يا باي ديال أي شيء. مزيان. الله يسخرها الصمادي، الله يسخر، الله يسخر. شوفوا شنو ما استخرين الصمات. شحال تاهما الصمد؟ 44 هذه ساهلة. المشرى 44 اه جميع والبيع قلنا لهم عطونا شي 12000 14000 باقي ما عطاونا والو. مشروف وقيلا الصمد. انا شي مشروف حاول تفيد سير الله يسهل على الغالي. تبارك الله عليك الصمد الله يسخي خويا الله يسخي. قالوا اخويا شحال قالوا برجلو وتمشي معايا لحنا كنحك ضهري برجلي تبارك الله ما شاء الله السلام عليك يا الصديق ديالنا عبد العاطي. هذاك راه قال لكم الحمام من الحمام راه ربما راه ولد الدرب هذاك راه خبار. انا دخلت الحمام بديت كنحك ظهري برجلي داخل شي بالي باغي يدخل باغي يعوم شافني كنحك ظهري برجلي لا حسيت ولا حاجه. والله الا بالمعقول راه ماشي بغيت نضحكم راه واقع عليا بصح ما طبيعت واحد بابا عيب اللي كنشد الحوايج ديال الناس لقيتو سريع عاودي قال لي معنا شنو هو مكمد وراسي وانا خرجت انا في دير باقر ويق باش لقيت انا قال لي وليد معاش كون هو اللي حاط راسه ولا بديت خويا شريت عمر انا اللي فعلت انا اللي شحال احمد شحال؟ 86 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
هي هذاك الشق ديال العباسيه. العباسيه هي هذاك اللي كان واحد الركبه كي بلاتي راه غير فابور. ها واحد العباسيه غير فرقه فابور اليوم مثلا فرقه 10 اليوم مثلا الحليب الثمن 3900. اقل ثمن واكثر ثمن. اقل ثمن هو هذا كيدير 305. اكبر واحد ثمن هو دير 4500 مشى بالسعر مولاي كما تشوفوا معايا اللي عنده البرودات كتاعو مسخر خويا احمد مازال بغيت تسير ولا كيصلي على الكرسي ما بقاش كيصلي مقول خذوا حدا فابور شي بحال اللي منكم كتاعو مشكلين عليه تبارك الله الله يسخر اخويا احمد الله يجيب تسير تبارك الله عليك تبارك الله عليك خذوا حدا فابور شي بفلوس اللي لقيت مع السيد والله تلوحني وحده والله ما يخلصها وانا اللي كيعرفها ياسين ادري في يدك تبارك الله شحال خلي لما ياسين سير هذاك تاوي عاد 80 قال جوج 78 3900 خلي لما راقم اخويا ياسين بغى شي واحد شي حاجه 58 نبغى شحال راه يعيط خويا ياسين جايين.